السلام عليكم مشاهدي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم عندي وصفه سهله واقتصاديه وبسيطه، مكوناتها بسيط وقلال تبارك الله ما شاء الله. كيف كتلاحظوا تابعوا معي لاخر الفيديو. بسم الله على بركه الله، عندي هنايا الطحين ديال الرز، طحنته على يدي، هو ماشي لين يعني غير عادي. من بعد نشارك معكم ان شاء الله الطريقه باش كنطحن هذا الرز. هذا يعني كيكون عندي واحد الجوده اللي متاكده منها. عندي هنا ملعقه ديال المارغرين وبيضه واحده وكوكيز ولا باستا، اي نوع متوفر عندك اختي. انا غادي نستعمل هذا النوع هذا. وعندي حبيبات شوكولا، هادو متوفرين في جميع المحلات ديال الحلويات تبارك الله، راه كيكون موجودين في اي منزل كنظن اي واحد كيدير الحلويات تبارك الله. وعندي بعض الاطراف ديال القرقع هما اختياريه. وهنا عندي 4 ملاعق ديال السكر حبيبات، وعندي كذلك قبصه ملح، وعندي جوج ساشيات ديال فاني، يعني 14 غرام ديال فاني. وعلى هاد كيف كتلاحظ اختي، اتوكل على الله، على هاد الشكل هذا غادي ندير هاد الكوكيز هذا في القاع ديال الكاس. على تلاحظ وعاد نمشي باش ندير الخليط ولا نبدا في التحضير على هاد الشكل هذا. اي اناء عندك اختي غادي تطيب فيه الكسروله ولا بحال هاد الشكل هذا. وعندي نصف لتر حليب ولا نص لتر ديال الحليب. وهكا غادي على البارد، درتو بارد. وعندي بيضه واحده كيف كتلاحظ اختي كامله بالاصفر بالابيض. غادي نضيف هذا الحليب وندير على هذا الشكل هذا، غادي نهرسها. فانا متاكده من الجوده ديالها اختي، يمكن لك ديرها بالطباسيل ولا زلافه واحده اخرى ولا كاس، ما كنتيش متاكده من الجوده ديالها. وهنايا غندير 3 ديال الملاعق ديال النشا، اللي عنده نشا يدير نشا. انا عندي طحين ديال الرز، درت 3 ديال الملاعق طحين ديال الرز. وعندي 4 ملاعق سكر وملعقه ديال فاني، فهما كيف قلت لكم في اول فيديو اختي، جوج ساشيات ديال فاني 14 غرام باش كيعطيو النكهه. واللي بغى يدير قشره ديال الحامض انا ما متوفرش عندي، يمكن لك ديرها اختي. وعادي نخليها جانبان كيف كتلاحظ، يمكن لك دير اطراف ديال الشوكولا، يمكن لك دير اي حاجه اللي كتواتى مع الحليب ما شاء الله. عادي نرفع الخليط على النار كيف كتشوف اختي، فهو بدا كيسخن. وعادي نحرك، ما عاديش نوقف التحريك من بعد هذا الخليط اللي درت. عادي مع قبصة ملح ضروري اختي ديرها. وبعد ما تماسك الخليط عادي ندير الملعقة كبيرة ديال الزبدة ولا مارغرين، اي مارغرين متوفر عندك اختي. وهكا عادي نحرك لمدة 10 دقائق. هذا هو القوام اختي، عادي نرفعو على النار. من بعد مباشرة عادي نخلط المارغرين القليل، ومباشرة باش نكبو ولا في الإناء ديال التقديم أختي على هاد الشكل هذا. هنا غادي نكبو، يمكن لك تستعمل أختي الملعقة أو المغرف وتهز الكمية اللي يمكن لك تحتاج على هاد الشكل هذا. وندير الشوكولات حبيبات أختي، ويمكن لك دير حتى المكسرات علاش لا، اللوز القرقع اي نوع الزبيب اي نوع اختي ديال اي حاجه عندك تفضليها يمكن لك ديريها على الشكل هذا. عايزين نعمر الكؤوس على الشكل هذا ما شاء الله. وانا كندير عشوائي كيف ما كتشوف اختي، يمكن لك تستعمل الملعقه ولا المغرف باش تحكم في الكميه اللي غادي تحطي على الشكل هذا. ضروري تواتي الكاس ديالك، هو قاصح كيف كتلاحظ اختي متماسك، يعني ما قاصحش بزاف وما رخيش لواحد الدرجه. يعني بهذا الشكل هذا هو القوام المطلوب. وغادي ندير هاد الحبات ديال الكوكيز على هذا الشكل هذا، ويمكن لك ديرهم حتى جالسين يعني مبسطين على الفوم ديال الكاس.
وغادي نزين بهاد. والفائده ايضا يعني ماشي غير تزيين بالقرقاع، نصوص القرقاع وهادو، فهو كيف كتشوف اختي فهو تحليه راقيه ما شاء الله وصحيه ايضا، وعلاش لا؟ فاحنا كنعرفو شنو كلينا، وعلى هاد الشكل هذا غادي ندير في اناء اخر اختي ولا خواتاتي كندير في اناء اخر الكوكيز ايضا. يمكن لك دير اي نوع عندك، وكندير عليه الخليط المتبقي عندي من هذا الشكل هذا، وغندير ايضا الكوكيز من فوق على هذا الشكل، غادي نواتيه و غادي نخليه من بعد ما غادي كيبقى اختي تزين حسب الذوق ديالك، حسب اللي متوفر عندك في المنزل ديالك. وغادي نخليه باش ندخلو الثلاجه ان شاء الله لمدة حتى جوج ساعات، كنخليه في الكونجيلاتور ولا في الا خليته لتحت يتطلب اكثر. الا كنتي مزروبه به دخلوا المجمد مدة قصيره دغيا كي يبرد فقط، حنا غير عادي يبرد، ومنين يبرد عادي تخرجوا. حرص اختي على الكؤوس ديال الزاج مع البارد والسخون، خصك ديروه اناء اللي ما كيدخل البروده تدريجيا. وما شاء الله هو هذا التحليه ديالنا، هي هذه ما شاء الله فهي روعه. وكيف لاحظتي اختي صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. كيف لاحظتي جامد يعني ما كيتحرك، واخا تقلبي الاناء على فمه ولا زلافة على الفم ديالها ما عاديش يتهرق هاد الكميه اللي عندنا. وهكا حتى الكؤوس كذلك، كيف حتلاحظوا معايا انا غادي ندير معاكم تجربه خواتاتي. وكنشكركم بزاف على التعليقات اللي كتخليو لي المحفزه، الله يعطيكم الصحة. ونتمنى يكون هذا الفيديو عند حسن ظنكم، ونستمر إن شاء الله في إعطاء المزيد كيف ما لاحظتوا خواتاتي في الوصفات اللي هي اقتصادية وصحية ما شاء الله يعني وسهلة. ويمكن لينا نفرحوا وليداتنا ولا الضيوف بحال هذا الشكل هذا، فهو راقي ما شاء الله. وما نبقاوش نبقاو بلاش حتى نجيبوا الحاجه من الزنقه، الاحسن بحال هكا حويجه اي واحد ثلاجه تبارك الله جميع المنازل فيها ثلاجه. وبصحه والراحه كيف كتلاحظ اختي انا كنجربوا معكم، فهو ما كيتهرقش ما شاء الله. والناس اللي كيشاهدوني اول مره خليو الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوليش لايك للفيديو. والقدامين دار داركم، مرحبا بالجميع ان شاء الله. وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباء ديالكم. مع السلامه الى فيديو اخر.